أميرة عندك كم سنة؟ 12 سنة. قلتي قبل تصوير انك انتي كنتي عملتي حادثة، كانت ايه حادثة ايه؟ حادث يعني بسيط، يعني عملت حادثة كانت في رجلي. في رجلي. وبعدين عملتي عملية وكده؟ لا، هم قالوا ممكن ان انا اعمل عملية ترقيع، بس ممكن الجلد يقبل وما يقبلش، فعشان كده ماما قالت لهم لا اما تكبر. انتي حافظة القرآن كله صح؟ مظبوط. حفظتيه في وقت قد ايه؟ في سنة ونص. ما شاء الله. وازاي قدرتي تكتشفي انك انتي عندك القدرة على حفظ القرآن كله؟ هي ماما كانت بتحفظ اخويا الكبير وانا كنت صغيرة، فانا كنت قاعدة جنبه يعني وهي بتحفظه، فبعدين يعني لما كانت بتسمع له هو مثلا ما بيقف، انا اللي كنت بقول له، فهي بقى لما لقتني يعني اللي انا يعني بقدر، اللي انا مع الترديد بتاعه اللي انا حفظت، فيعني بقت تساعدني اللي انا احفظ والتردد معايا. العملية كانت سهلة ولا صعبة بالنسبة لك؟ لا، كان الموضوع يعني كان صعب شوية في الاول، بس لما اتعودت على الحفظ بقى سهل الحمد لله. ختمتي ما شاء الله قرآن عندك كم سنة؟ 8 سنين ونص. ما شاء الله، اكيد انت شاطرة في مدرسة. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. خدتي جوائز وتكريمات قبل كده؟ ايوه، في يعني في مسابقات اشتركت في مسابقات على البلد، في البلد عندنا على مستوى البلد، وفي مسابقات برضو على مستوى المحافظة وعلى الجمهورية، والحمد لله اكتست فيهم وطلعت فيهم المراكز الأولى. طب ايه رأيك بقى نعمل شوية اختبارات لحضرتك دلوقتي؟ جاهزة؟ طيب، القرآن فيه كم حزب؟ 60 حزب. وكم آية؟ كم آية؟ 6348. ايه السور اللي بتبدأ بالألف واللام والراء؟ في سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. في القرآن في آية بتقول ما أوتيتم من شيء؟ في سورة القصص. عظيم ما شاء الله. وفي آية بتقول فما أوتيتم من شيء، قولي لي مواقع كل واحد منهم. هي وما أوتيتم في سورة القصص، أما فما أوتيتم في سورة الشورى. أقرأ المواضع؟ يا ريت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. دي موضع سورة القصص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم، وعلى ربهم يتوكلون.